انا مش فاهم يا طلعت بيه وكالة ايه اللي انت عايزني فيها؟ فهمني عادل. انت سمعت عن وكالة اعلانية بتاخد فلوس من القناة؟ لا طبعا ما شوفتش حاجة زي كده قبل كده. عادة الوكالة بتدفع للقناة وهي اللي بتتعامل مع المعلنين وتاخد الفرق. الفرق ما بين الاعلانات وبين الفلوس اللي دفعتها للقناة، مظبوط؟ مظبوط. الفرق ده بقى هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. احنا المرة دي هناخد فلوس من القناة مش من المعلن. ازاي يعني؟ هتبقى في وكالة هي اللي هتقبض من قناة المهدي وقناة العهد قبل ما تجيب المعلن. والقناتين هيعملوا ايه؟ هما اللي هيتعاملوا مع المعلن اللي الوكالة هتجيب. طلعت بيه انا مش فاهم حاجة بس دايس معاك في اي حاجة. مش مهم تفهم، المهم انك معايا. اتفضلي خشي برجلك اليمين. ايه كل ده؟ ده قليل عليك. لا ده كتير قوي، هون يعني هعمل ايه؟ انت من هنا ورايح هتبقي الكل في الكل. على فكرة ده المكان اللي كانت هتتنقل له ريم. طب وريم هتروح فين؟ لا ريم دلوقتي في مكان احسن بكتير الحمد لله. مش فاهمة. لا مفيش، يعني هنتطلق وهتاخد نصيبها ما تشغليش بالك، المهم انت. انا؟ اه انا عايزك تبقي جنبي. بصي انا عامل فيها بقى ان انا مسيطر وجامد قوي، انما انا في الحقيقة ضعيف وخايف وحاسس ان اللي جوايا ده هيطلع للناس قريب وهتاكل. تتاكل ايه يا ادهم واحنا في غابه؟ ده احنا لو في غابه ما كنتش هبقى قلقان كده. طب قولي انا ممكن اعمل ايه؟ كفايه عليا بس ان انا ابقى عارف ان انا ممكن اشوفك في اي وقت، ده في حد ذاته هيخليني جامد قوي. ها؟ خليكي جنبي. حاضر. ادخل. صباح الجمال يا باشا. اه يا اخويا. اه ايه الاخبار؟ ما سافرتش ولا هتسافر. انت متاكد من الكلام ده؟ يا باشا انا دورت بنفسي مفيش اي حجز طيران لتونس، يعني معناها انها ما سافرتش الا بقى اذا كانت سافرت بري. متشكرين يا اخويا. طب اللي اتفقنا عليه يا باشا؟ مش لما اتاكد من الرغي بتاعك الاول؟ اتكل على الله، انت انا هبكلمك في التليفون. متشكرين يا باشا. ايوه طلعت باشا. ها وصلت ليه؟ ما سافرتش. يعني يعني خلص عليها ايه كمان؟ تحقيق رسمي وحد يعرف يبقى الاتفاق اللي بينا انتهى. ما تقلقش يا باشا. عادل بقولك ايه، احنا عايزين نمشي في اللي اتفقنا عليه. كنت عايز اجله، كنت مستني حاجة تحصل واذا اتأخر شوية. لازم نتحرك بسرعة، يوم يومين بالكتير ونكون خلصنا الاتفاق، وإلا هنخرج من المولد بلا حمص. يلا سلام. في خبر كويس فرحني. القناة ابتدت تشد حيلها وابتدت تقف على رجلها، وبإذنك يا رب قريب قوي هتجري ومحدش هيحصلها. ما تأفرش يا عباس. مش بأفر يا دولي. المرتبات قلت تلات أرباع والمادة زادت الضعف، وصلاة النبي على العيال الجداد دول هيعملوا أحلى شغل. هدي بقى مش بتاعتك. أنا عارف، قلبي حاس. عموما أنا عايزك أنت تشوف أي منكش كده عشان تخلص مع الشركة اللي عايزة تعمل الإعلانات في أي حتة. منكش؟ ها؟ اه؟ صحفيين كتير مقدمين افكار عندنا بس معظمها مش هينفع يتنفذ. مين اهم ناس فيهم؟ فيهم ناس مهمة كتير بس في شغل الصحافة مش في اعداد البرامج. اه يعني ناس مهمة في الصحافة وعايزين يعملوا سبوبة البرامج ومش عارفين. بالظبط. حلو، عايزك بقى تشوفي لي كام اسم من المهمين اللي فيهم وتكلميهم عشان اقابلهم ضروري. انتوا احسن واقوى صحفيين في البلد، والميزه اللي بتميز كل واحد فيكم ان انتوا مش بس صحفيين، لا انتوا بتكتبوا افكار ومواضيع برامج، واحنا بنطور المحطه.
وبنجدد البرامج، علشان كده احنا محتاجينكم جدا جدا. في مشكلة واحدة بس صغيرة ليها علاقة بصعوبات بنواجهها في الإعلانات بسبب الـ ICB؟ بالظبط كده. الناس دي لو فضلوا يشتغلوا بنفس الطريقة وفضلت الإعلانات كلها تصب عندهم، لا أنا ولا أنتوا هنشتغل في المجال ده أصلا. علشان كده احنا لازم نتعاون. أنا عايز حملة صحفية تكسر الدنيا، حملة تزغلل العين أي حد بيفكر إنه يعمل إعلانات، وأنا من ناحيتي كل الأفكار الحلوة اللي اتقدمت هتتنفس. طب دلوقتي لو عملوا اللي أنت قلته ونزلوا أخبار واتعملت حملة صحفية كبيرة وفي الآخر الأفكار اللي هم قدموها ما اتعملتش، الوضع هيكون إزاي؟ أنا قلت الأفكار الحلوة هتتنفس وما قلتش هتتنفس إمتى. وعموما الأفكار الحلوة فعلا هنفذها على طول، وحتى اللي مقدم أفكار مش ولا بد هنلاقي له شغلانة برضه، استضافت ناس بقى، كتابة حلقات، مش هنغلب يعني. شغال. بس أنا عايزك بقى تشد حيلك معانا وتسوي الليلة دي. عايزك تنسق مع الصحفيين اللي بره، ولو عندك صحفيين تانيين شغالهم برضه. ماشي. وعلى فكرة أنا ما بهجصش، القناة ابتدت تتحسن فعلا والمستقبل لينا. والشاطر بقى هو اللي يعرف من دلوقتي هو فين ومع مين قبل ما الدنيا تتزحم وما يلاقيلوش مكان. أنا تحت أمرك. اتفضل. ازاي حضرتك؟ اهلا يا رنا. عادي. محسن كلمك؟ اه كلمني. ده شرف كبير طبعا انا اشتغل مع حضرتك، بس انا عندي مشكله واحده بس، حاسه ان وضعي هيبقى حساس شويه. خلاص مفيش مشكله، مش ضروري تشتغلي معانا، ممكن تتفضلي. ايه في حاجه تانية؟ انا مش قصدي ازعلك. لا يا حبيبتي انا ما بزعلش. طيب على الاقل انا. بصي بقى، انت بتقولي ان وضعك حساس، انت فعلا وضعك حساس لما قررتي تشتغلي في نفس القناه اللي بيشتغل فيها باباكي، والواضح ان انا كنت غلطانه لما تصورت انك بتفكري يبقى ليكي كارير مستقل وكيان وتنجحي بمجهودك، لكن الواضح انك مجرد واحده متعينه بالواسطه زي ما انا توقعت، وانك بتفكري تشتغلي مع باباكي، لانك لو اشتغلتي مع اي حد تاني غيره هتتكشفي. ليه حضرتك شايفاني كده؟ امال عايزيني اشوفك ازاي؟ طب لولا بابا بقى كنت رديت عليكي رد هيزعلك بجد. يعني واحده لسه في سنك ولسه متعينه جديد يتعرض عليها انها تشتغل مع سلمى النمر وترفض؟ لا طبعا انا ما رفضتش، بس انا مش عارفه. مش عارفه دي في حد ذاتها ايانه ليه؟ بس انا مش قصدي كده، وبعدين انا مش عارفه صح ولا غلط ان انا اقدم حاجه منافسه لبرنامج بابا. منافس؟ لا يا ماما انت فاهمه الموضوع غلط، احنا مش بننافس بعض. خلاص مفيش مشكله، روحي ربنا يوفقك مع اي حد تاني غيره. يلا اتفضلي. من ساعة ما جيت هما بيحذروني منها على فكره. يعني انا مش غلط؟ لا طبعا انت غلط. بص يا رنا، سلمى مهما كانت شريرة أو خبيثة، بس الشغل معاها فعلا فرصة، وبالنسبة لك أنت فرصتين. ليه بقى؟ أولا هتشتغلي وتتعلمي مع أحسن مذيعة في مصر، ثانيا مش هيتقال عليكي بقى شغلة بالواسطة ولولا بابا ما كانتش عملت حاجة والكلام ده. لا أنا ما يفرقش معايا كل الكلام ده، وبعدين أنا مش بشتغل هنا بالواسطة، مش فارق كل الكلام اللي بيتقال. المهم إنك ضيعتي فرصة ومش هتتكرر تاني. أنا عايش ما موتش، وما تخافش أنا مش عايز أنتقم منك. أنت مجرد أداة، يعني مش أنت الفاعل ولا حتى صاحب القرار. ولعلمك بقى أنا معجب بيك وبإخلاصك. أنا مش فاهم أنت بتتكلم عن إيه بصراحة. لا فاهم وفاهم كويس كمان. مستني حد يقول لك تعمل إيه وتتصرف إزاي لأنك عاجز. وهتفضل طول عمرك صفر على الشمال طول ما أنت ماشي وراه. هو مين ده اللي ماشي وراه؟ أبوك علمه وإداله كل حاجة وفي الآخر بقى رئيس عليك. لعلمك بقى كل الفلوس والشهرة والنجومية، كل اللي عند أدهم بتاعك أنت من حقك، واخده منك بسببك وبسبب أبوك، زي ما عمل معايا بالظبط، سرقني وسرق مجهودي وورثي من أبويا. مشكلتنا احنا الاتنين تقريبا واحدة، وحلها إن احنا نحط إيدينا في إيدين بعض. طب أنت عايز نعمل إيه؟ هتعمل اللي أنا هقولك عليه،
القناة الجديدة اللي هتفتح في مصر هتدمر قناة المهدي. وانت ما عندكش مشكلة في كده؟ هفهمك، انا خدت وباخد كل يوم حقي من غير ما حد يحس، وهرجع مصر في الوقت اللي انا حدده واخد اكتر من اللي سبته بكتير، فما تقلقش عليا، خليك في نفسك. نفسي؟ انت تعرف اسرار الخدعة اللي بيعملها ادم مش كده؟ اه طبعا. كويس اوي. طب ايه رايك بقى لو انت اللي عملت الخدعة دي في برنامج باسمك وبقيت انت النجم، والبرنامج ده يتعرض على قناة احسن واقوى وفي وقت اهم؟